صباح كنت ندير تليت لي نطيبو في الكوشه، حبيت نشاركو معاكم. نديروه بلا بيون داشي. نبداو بسم الله على بركه الله. انا عندي هنايا ان بول تاع تليت لي، نروح نشلو نديرو في الماء والملح يطيب، ومن بعد نولي لكم ان شاء الله نكملو. ندير الزيت نخليها تسخن شويه، نديرو اللحم المفروم تاعنا يطيب. بسم الله، ديري الكميه اللي حبيتي. نبدا نقليوه، ديروا شويه ملح. بسم الله، نبداو نقليو لا فيوندا شي تاعنا باش تطلق شويه البنه، ونزيدو لها البصل والثوم، طوماطيش تاع الحب، طوماطيش تاع العلبه، نتبلو ونخليها على جنب. بعد ما طاب اللحم تاعنا نزيد لها البصله رحيتها، هنا كاين حبيبه المشي ما تقطعوش مليح. انا رحيتهم في الميكسر وما تمكساوش مليح. نزيد شويه الثوم، ديري ثلاثه زيت. تريحيهم ولا تقطعيهم هكدا طرف صغار، معليش. نزيدو طماطيش مصبرة، انا قلت لكم ما عنديش فلفل عكري، دير نديرلو فلفل، ديرلو طماطيش مصبرة. نزيدو شويه السكر، قلت لكم انا كي ندير طماطيش مصبره نحب ندير شويه السكر على جال الطماطيش هذه تجي حامضه. هكذا ندير شويه السكر على جال الحموضه، اللي ما تحبش ما ديرش. انا كي ندير هكذا يا لا طوماطون بواط نحب ندير لها السكر به على جال الحموضيه تاعها. نتوما ديروا الفلفل العكري، نزيد لها طماطيش ثاني رحيتها، طماطيش هذه ثاني ماهيش حمراء مليح. نتوما ديروا اذا شفتوا هكذا طماطيش ماهيش حمراء ديروا لها الفلفل العكري. قلنا نخلي لا فيوندا شي مع التوابل والطماطيش البصل يطيبوا. هنا راني درت تليت لي تاعنا طاب وخليته هنايا يقطر. نروحو نوجدوا البلاط تاعنا، ندير له اذا حبيتي ديري له الزيت ولا مارغارين، انا ندير لها زيت الزيتون. انا نسيت ما قلت لكمش نضيفوا لها معدنوس، اختياري اللي ما تحبش ما ديرش، انا نحب ندير معدنوس. انا الان بقات لها برك شويه، نزيد طيب شويه برك ونحيها خلاص نديرها في البلا، ومن بعد نولي لكم ان شاء الله. انا حكمت البلا ندير له زيت الزيتون، تديري واش حبيتي مارغارين ولا زيت عادي. نف...
نفرغ هنا كميه تاع تليتلي. نخلطها مع الصوص. هنا كلشي راهو طايب، نديرو لها الفخوماج باه برك يطيب تكراتينا من الفوق. خلاص التليتلي تاعنا صار واجد. انتي اللي حبيتي ديري لها لاصوص كتر من هكذا ديري له لاصوص. بسم الله. انا عندي الفخوماج موزاريلا، انت ديري واش حبيتي. ميم الا ما عندكش الفخوماج موزاريلا ديري، راهم يتباعوا لي فخوماج هادو تاع لوكال. انا هاد الخطره عندي هذا، ديرلو الفخوماج، ديري ميم لو فخوماج اون بورسيون، ديرلو شويه الفخوماج هذا تاع اللي موجود في البيت، الحاجه اللي عندك في البيت. واذا ما عندكش قدري برك تخليها هكذايا بلا ما ديريه في الكوشه. حنا نحطوه به برك باه يتكراتينا من الفوق. نزيد لها شويه الفخوماج غابي، اي فخوماج قلت لكم اللي موجود في البيت. نخلوه برك يتكراتينا من الفوق ونحيه. انا اليوم ما خليت شويه الصوص زياده، انا كي وجد نولي لكم ان شاء الله. هو الكغاتان تاعنا صار واجد، الكغاتان تاع تليتلي جا ما شاء الله. انا درت له ان صوص طوماط عادي، اللي ما يحبش ياكلو هكذايا ناشف درت ان صوص طوماط، اللي بغي يدير صوص طوماط. زدت ان سلاط سلطه. ان شاء الله برك تعجبكم الوصفه، والسلام عليكم الى وصفه قادمه ان شاء الله.